والله زمان يا جماعة وحشتوني. سعيد اني موجود معاكم وسعيد بكل النجوم العظام الموجودين معانا النهارده. طبعا سمير كان صديق عزيز عليا جدا، عشنا حياة جميلة وكان في بينا لحظات فيها رقة وفيها عزوبة، وده بيبين قد ايه الفيلم المصري كان فيلم فيه استعراض وفيه دراما وفيه تراجيدي وفيه اكشن وفيه كل اللي احنا ممكن نتخيله. كان في بيني وبين سمير علاقة لطيفة، كان هو دايما يسميني براد بيت وانا مسميه كيفن كوستنر، فيكلمني في التليفون يقول لي براد وير از يور هيليكوبتر، اقول له والله انا مسلفها اصلي، فيقول لي نو بليز، اقول له يا كيفن يعني ما تقعدش ترقص عليا طول الوقت كده. فكان في علاقه جميله واستمرت بيننا وعشان كده في ذكريات جميله. الفيلم المصري فيلم مهم والسينما المصريه مهمه ومن حقها ان يبقى ليها مهرجان قوي، مهرجان يقدم السينما ونجومها في جميع المجالات في أحسن صورة. أنا بتشرف إن أنا موجود النهاردة بينكم كرئيس للدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. في الحقيقة هو شرف كبير ليا، لأن أنا بحب السينما وبحب السينما المصرية بالذات، واللي حببني فيها هي نجومنا القدام، السينما المصرية اللي ابتدت زمان. حبيتها في الأبيض والأسود، ومن هنا جات لي فكرة إني رمم مجموعة من الأفلام المصرية القديمة. أنتوا عارفين الفيلم اتغير خلاص وبقى ابتدى يتحلل، لأن المواد اللي كنا بنشتغل بيها البليكول نفسه ابتدى يتحلل، فكان لازم إن إحنا نعيد مرة أخرى ونمشي مع العصر ونرمم هذه الأفلام. فأنا اخترت يوميات نائم في الأرياف توفيق الحكيم، وإخراج توفيق صالح. في هذه الفترة توفى صديقي علي عبد الخالق المخرج الكبير، ففكرت إني أرمم فيلم أغنية على الممر. وبالتالي بقى في فيلمين اترمموا الحمد لله واصبحوا ديجيتال وحافظنا عليهم، والكواليتي بقت حاجه تانية خالص الحقيقه، متطوره جدا. واعتقد ان احنا ان شاء الله في السنوات القادمه المهرجان يقدم ده اكتر واكتر، ويبقى دايما كل سنه في فيلمين بيترمموا من مهرجان السينما. عندنا افلام عظيمه جدا، عندنا صرصره فوق النيل، عندنا ميرامار، عندنا لص وكلاب، عندنا افلام رائعه مصريه نفتخر بانها موجوده في السينما المصريه.